امبارح رابع نهار في الخدمة. بصراحة ستي بامان رئيس جمعية الدوام لله. ها اليوم خامس نهار في الخدمة، حبيت نقابل فيه سحر أما ما نجمتش. مش مشكل، على خاطر تعرفت على أصحاب جدد. عادي هيك غاك بيقو انك عتيبان ليوم بلا اصحاب دقلة ان متى ما حتى شاي مخب كله توا بن زوالي ما عندوش بلاصة شادة فلان وفلان هذايا كلامي باش تعرفني كان مخبي وضع البلاد لا علاقة يا المربي القلب محبي. هاو كيفاش بدت الحكاية؟ فاطمة حيت شفما توجعت؟ لا 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 ما تفجعتش حتى طرف يا جاكي يا شختي. مش نبهت عليك قلت لك نبدلوا الهده هذه بالدخله. هي ماني دقدق 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 يا اخي ما حليتش وفك عليا من الهده والدخله. قول لي تو صححتي فك الوريقات ولا لا؟ باش باش نصح هاي باش حق هاكو في الكوجينه في الكوجينه جاكي حق يا شختي. امان امان برسمينتك طيب لي حاجه حلوه بك تعرف نحب الحلو وعندي مده بك. اسمعني وكثره ما تعملش اعمل بيت ثمانية من الناس ثمانية اي ما نولينا عيلة انا وياك زوز ومهند هذاك وحده ستة من الناس. يا اخويا مش نورمال كيف داركش على الفيسبوك ايش يبحث وعلاش تحب تبعث الحكاية على الفيسبوك؟ تبغى الهاتف افضل وانجع انجع ولا دوب هذه امورك تليفوني مراقب تمشي انت في زيخة تمشي شنو تو كل ما تجي تبعث حاجة تبعث لي تحبش نعلمك؟ ما عنديش وقت راك تعلمت انت يزي باهي كش نكتب لك ترى شوف شوف في التصويرة مزيانة معبرة شكون هو الرمز؟ رمز مش رمز شكلتها يسلم قرايتك يا ميتافيزيقا اشكون هو سي الرمز؟ سارتر سارتر اخ سارتر مش خسارتر سارتر سارتر ايا كتر العجل عليه وحط التصويره متاع بوب في وضعيه العجاجي يقودونهم الى الجنه بالسلاسل برسمك عجعجهولي ولي ماكسيموم مش تحب نكتب من فوق وي سؤال وجيه ترى شوف لي بلاكا بلاكا ما هي سلوغان اسمع كل واحد يجي يجيب معاه 50 دنوس ويكاند تشيزو حل سياحة داخلية اي اللي يدخل ما يخرج والمغروم يجدد اسمع بيداج انكلي تسهرون في عطلة نهاية الأسبوع قريمتا انقش يا ميتافيزيقا انقش في بيت الأخ زحل اسمع ما تعقدهاش ياسر ما بتعرف عندي برشا بهايم لخص سهل سهل شنو تحبني نتيح للمستوى سهرية فل في دار زحل تيح 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 انت كتيح راك تجيبها أبا سهرية عسل في دار زحل بيتي داج انكلو لازم هذه بيتي داج انكلو تكتبها غادي تكتبها حطها بين قوسين هم تفهموها اسمع الحجز اجباري واعمل نمرو التليفون متاعي انت مش قلت نمروك مراقب قريمتا احسنت ما نحط نمروك انت وسيادتك هاك محجوز بحذايا لمن تريد ارسالها؟ لمن تريد ارسالها؟ ميتافيزيقا ماني قلت لك عندي برشا بهايم ما فهمتكش اش كنت عم تبعثها؟ باهي هاني حضرت لك الليستة رقم واحد رقم واحد كلاي بي بي جي كلاي بي بي جي رقم اثنين نادر على الحيط نادر على الحيط رقم ثلاثة رقم ثلاثة لسعد ولد المعنوزة رغم اني مانيش متفائل به حتى انا رقم أربعة رقم أربعة حمد بتيداش حمد بتيداش رقم خمسة المنصف بعد شانس رقم ستة خالد ألفان او ان تي رقم سبعة رقم سبعة فو بروفيل فو بروفيل هكا وخنمشي نقص انا البتيداش بر نكمل هاي يعطيك الصح نجم تفضل توي عايشك شنو مازال عندك ما تقول
الوضعية المادية الكونيكسيون تاعها طايحة على الاخر. يا ولدي انت راك عاون سري في اللجنة المستقلة لليقظة. هذه حكاية لا فيها لا ترقية لا ترسيل. حكاية بيني وبينك. ارجع لي العشية ونعطيك حويجة تشد بها يدك على راس الشر. يا عايشك حق سيد رئيس البلدية فما حكاية ما تصيرش في التقرير تتقال فاس فاس انا وياك. شني؟ بقمن. ها؟ شبي؟ هالايامات شايخ شايخ شايخ؟ هاي شايخ على الاخر. شايخ وساكت؟ لا، انت شايخ ويغني. يغني، يخرج عليا برا. يغني. الو رزقي اجاني حالا انت والعادي المنفذ ما نفهم شيء حالا قلت لك يغني يا اخي مشي توصلوا جبت لكم سلعه شبيك لبيك خفلف ترقعف تحلق في السماء خلي مشي يجيب لكم شويه حلو وحلوة يا إما الخال يا زوحل يا معلم صحوني ما قدرتش نروح شبيك لبيك نعاودك وعجبتكم سمحوا لي نقدم روحي شبيك لبي يلا شبيك لبي خويا برجوليه مش نورمال ابتداش طلعت شبيك لبيك بالرسمي ياك بتشوفوا صوت وصورة السيد قدامنا ما تقوليش هذا خادم المصباح بأمي عينه الدليل هذا خادم بدنه على روحه كفاه ورائم شنية مصباح يخي مش احنا في الليل مش قلت لكم لي انا غريب يا جماعه يقول لي تم سوء تفاهم نعاود نقدم نفسي انا شبيك لبيك اطلب كل شيء يجي من يديك سيب عليك وش دخلنا فرح بيك تعلم وزارة المالية جميع المواطنين والمؤسسات أن زكي عايش أختي نحب نحل الكام نحكي مع راجل خالتي راجل مريض ومسبول في السبيطار أبون صاروا ما دخلوني من الانترنت للسبيطار مالا وينك انت؟ المرضى الكل كونكتي السبيطارات الكل بالانترنت الطب هم اللي ناقصين حرك حد المكان محاصر حد ما يتحرك هاي يديكم على روسكم نفس ليه فيسع يا على ركايبكم هيا على ركابنا الناس كلها ركابنا بابا لاباس ما قلت على ركابنا وش دافلك؟ علاه مش تعملي القرح؟ يودي راك معانا قوم قوم كشفت لنا حالنا قوم شفنا الكلام لا من فضلك سيد رئيس البلدية انت مهند انا ما عادش بيه على ركايبك واسكت انت رزقي قوم بالاجراءات اللازمة واضح وينفذ سيد العدل اعمل كونستاب فيس تفضل ليه لازمك تبات تعز هنا؟ شو من بات العز نعدي في عام يا اخي لهنا تستنى بكمن ومن بعد ترد لنا خبر لهنا نستنى بكمن بعد نرد عليكم من بعد رد لكم الخبر فصلي فصلي يديكم على روسكم سيد رئيس البلدية تفضل 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 ثم ريحة نشم فيها تفضل تفضل
نسكر يدي هلوز الفصلي الفصلي اش فما يا اخي ما تفهمش يديك فوق راسك الهم هضومتي ولقد احصينا نحن وعد منفذ عدد اثنين اشخاص شخص وشخصة كما احصينا عدد ثلاثة طواول وحصينا عدد ثلاثة كنبيات اسمع وراك الناس زوز فازات هذوك وش عم يدفع في جامعي يدك فوق راسك حصينا كذلك عدد اثنين فازات عرف بي نفسك يا اخوي نعاود نعرف بروحي انا شبيك لبيك خادم المصباح عملت لك صوم من الاخر يا معلم صرتي ايش بيها صرتك يا معلوم يا ودي مش انا سيد صرتي ركعتك صرتي سيب علينا يا الولاد نجيو للصحيح انا قديش يلزمني في القاعدة هذه 50 دم كل واحد يرحم بوك نحب نفهم هذه اش معناتها 50 زايد واحد صديقي موضوع طويل زايد متى شنو هي اللي زايد كان جاي زايد ما يحطوش الشيخ اي هذاك علاش يقولوا الشيخ زايد صاحبي خمسه والخميس عليك كيما معالي زايد ومعالي الوزير فهمتها كيفاش على ذكر الوزير يا الولاد يظهر لي وزرنا ها؟ ولد المعنوسه ما يحصلش يا معلم زيد قول ما براحتش بيه قطع يرحم والديك استنى ساعة مشيتي تاع الباقة؟ ايه ابش نفرح بيك يا خميس يا زمين ايش اللي قلت لكم عليه تاع الباقة ايش هنا؟ ها ازفن دن ايش هو وين هو؟ سلاح ما تعرف لاعب في الخدمة لا استنى فيك وين بابيون بابيون قديش مره قلت لك ما عادش تحطها في جيبك في جيبي جيبي بابي كنت يا سخت كنت يا سخت شبك تضحك عشتي بيك